اهلا بيكم معايا في قناه سامي الجي اتش كرافت. النهارده جايبه لكم فكره تعليميه للاطفال ازاي نساعدهم في فهم وتعلم الحروف الانجليزيه، وهي عباره عن سبوره للحروف الانجليزيه، وهي فكره جديده وتفاعليه للطفل عشان نسهل عليه معرفه الحروف وشكل الكلمه المرتبطه بكل حرف عن طريق الصوره. يعني مثلا انا هنا في السبوره بتاعتي عامله الحروف الانجليزيه كلها كده، وتحت كل حرف من الحروف دي انا حاطه الشكل المرتبط بالكلمه بالحرف، الشكل المرتبط بالحرف. يعني مثلا الاي اي ابل، البي بي بول، ودي دي دول. هتلاقوا الاطفال حبوا الفكره جدا وتعلموا الحرف بشكل بسيط وسلس. جي جيجر، الاطفال دايما بينجذبوا للحاجه اللي هي غير، يعني غير التقليديه. جيجر والاتش هورس وهكذا. يعني انتم ممكن تجمعوا تحت كل الحرف الكلمه اللي هو بياخدها او بيتعلمها في المدرسه او في الحضانه. ودلوقتي خليكم معايا عشان اوريكم الادوات والخامات اللي استخدمتها علشان اعمل البورد ده. دلوقتي الخامات والادوات اللي هنستخدمها علشان اعمل السبوره بتاعت الحروف. اول حاجه هجيب ورقه كرتون تكون كبيره شويه، تاني حاجه ورق ملون اي لونين انتوا تحبوهم مش شرط الالوان دي يعني، وورق فوم جليتر ممكن يكون سادة عادي زي ما تحبوا، وقطاعة فوم دي اختيارية هي بس للديكور عشان بس ندي نجذب الأطفال للشكل، وسم ومقص وقلم ومسطرة طبعا مسدس شعر. دلوقتي أول حاجة هنعملها هبدأ ألزق الورق الملون على ايه؟ على الكرتون. هنختار أول حاجة ورقتين عشان نلزقهم شبه بعض عشان خاطر نلزقهم على الكرتون بالشكل ده. طبعا تسويها على الكرتونه تكون مستويه كمان اطفالكم يشاركوكم في حاجه زي دي هيفرحوا جدا، هي هتجذب الاطفال الصغيرين اكتر حاجه يعني. الشكل ده معانا. تاني خطوه معايا هعملها هبدا ارسم الحروف الانجليزيه على ورق الفوم. لو عندنا فوم ساده نرسم الحرف من الناحيه دي عادي ونقصه، لو فوم جليتر هنضطر نرسم الحرف بالعكس كده ونقص. هي حروف معينه مش كل الحروف هنضطر نرسمها بالعكس، يعني في حروف تترسم عادي وتتقص ويطلع هو نفس شكلها على ورقه الفوم، لكن في حروف لو رسمناها كده هتطلع معكوسه، فاحنا ناخد بالنا من الحته دي. دلوقتي هبدا ارسم معاكم. انا خليت كام حرف ارسمه معاكم وانا مجهزه الحروف بس هي عشان اوريكم. انتوا الحرف ممكن تستعينوا باي كتاب من الاطفال تبدأوا تاخدوا شكل الحرف وترسموه عشان يطلع بشكل منظم، او ممكن ترسموه بمخيلتكم عادي. يعني مثلا هرسم حرف كده على حرف الاس، هبدا ارسمه كده وابدا ايه حلو ان انتوا تغيروا في الالوان بتاعه الحروف عشان بس تجذب الاطفال اكتر. بالشكل ده
طبعا هكذا مع بقية الحروف. تبدأوا ايه ترسموا الحرف على ورقة الفوم وتقصوه. طبعا بعد كده هنلزقه بلزق الشمع. بالشكل ده معايا، ده حرف الاس بالشكل ده. تمام. طبعا نجمع لكل حرف من الحروف دي الاشكال بتاعته اللي هو الطفل بيتعلمها في الحضانة. وطبعا هكمل بقية الحروف وارجع لكم. دلوقتي بعد ما قصيت الحروف الانجليزية كلها لزقتهم بلزق الشمع زي ما انتم شايفين بطريقة متساوية. تالت حاجة هبدأ اعملها، هعمل الجيل اللي هيشيل كل صورة بتاعت كل حرف. هو طريقته سهلة خالص، اللي هو بالشكل ده، تحت كل حرف جيل. دلوقتي عشان هبدأ اعمله هجيب ورق ملون لون مختلف عن اللون الارضية بتاعت الكرتونة بتاعتنا، وهبدأ ارسم نص دايرة. بالشكل ده. طبعا بالحجم اللي انتوا عاوزينه، على حسب حجم الكرتونه اللي عندكم، على حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. طبعا هبدا اقصه. دلوقتي بعد ما قصيت اللي هي نص دايره اللي هتبقى الجيب تحت كل حرف اللي هيشيل الصور، دلوقتي هبدا اوريكم ازاي هنلزقه تحت كل حرف. هنبدا نتنيه كده مع بعض بالشكل ده. لحد الاخر الطرف بس، تانية كده بسيطة. تاني حاجة هبدأ اعملها، هبدأ بالسلخ امشي على الطرف اللي انا عملته ده، اللي تانيته، الطرف اللي تانيته بالشكل ده، وهبدأ انزقه بالشكل ده تحت كل حرف. هلزق اثبت الطرف الاول وابدا اثني الجيب عشان دي هي النفخه دي اللي هتحط هنحط فيها الصور. يبقى بالشكل ده. وطبعا هكذا، يبقى بالشكل ده. هكذا بقى مع كل تحت حرف هبدا احط جيب. انا قصيت مجموعه هنا، هبدا الزقهم السمك وارجع لكم. ودلوقتي بعد ما لزقت الجيوب تحت كل حرف بقت بالشكل دوت، دلوقتي هنيجي نديها منظر جمالي. انا عملت مجموعه من الفراشات، قطعت الفوم ولزقتها بالشكل دوت. طبعا ده اختياري، على حسب ما انتم تحبوا تزينوها او على حسب ما اطفالكم يحبوا الشكل اللي هم حابينه في التزيين. وعملت مجموعه من الورد بالشكل دوت. دلوقتي هبدأ اجي اعمل لها علقة من ورا، بحيث لو حابين تعلقوها على الحيطة او تعلقوها في مكان اطفالكم بيذاكروا فيه، ده اختياري برضو، ممكن تعملوها او ممكن ما تعملوهاش. هجيب شريط ستان وهبدأ الزق من ورا الظهرية كده الناحية التانية. هبدأ برضو احط لزق شمع. هيبقى بالشكل ده. وهبدأ بقى احط تحت كل حرف، جمعت مجموعة من الصور احط تحته بالشكل بتاعه. استصان، استشيب، تي تري. طبعا تجمعوا الصور اللي اطفالكم بيتعلموها في الحضانة او المدرسة. دي كانت فكرتي النهاردة. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي.